مرحبا، معنا اليوم استنبول. البروفيسور إيجي أوزجنتاش، أخصائي الجراحة التجميلية في اسطنبول. نتحدث اليوم بالتفصيل عن ظاهرة شفة الأرنب في الشفة وسقف الحلق. هلا أخبرتنا بروفيسور ما معنى شفة الأرنب؟ شفة الأرنب من الظاهرات التي لا يمكن تصورها ما لم تختبرها. تعتبر ولادة شخص أهم حدث على المستوى الفردي والعائلي. وفورا بعد سماع الصرخة الأولى للمولود يندفع الوالدان لرؤية طفلهما بحالة طبيعية كاملة. عندها سيبدو الطفل المصاب بشفة الأرنب بشكل مختلف تماما كما في هذه الصورة. في الواقع سيكون المظهر أكثر من مجرد اختلاف، سيكون مزعجا وغير مرغوب به. في السنوات السابقة كانت العائلات تتعامل بسلبية مع مثل هذه الحالات. وهنا أتذكر حادثة في الماضي. كنت في مكتبي الخاص عندما جاءت عائلة ومعها طفل مصاب بشفة الأرنب. جاء الأب في البداية مع الجدة وأخبرني بأن لديه مشكلة كبيرة. قال لي انظر لهذا، ثم جاءت الأم مع طفل في ذراعيها. كان الطفل يعاني من شفة الأرنب في سقف حلقه. وعندما أرادت الأم أن تقول شيئاً، فجأة نهض الأب من على الكرسي باتجاهها وقال لها: لماذا تتكلمين؟ اصمتي. وكان على وشك أن يصفعها. كان المفهوم السائد بأنها ارتكبت خطأً نتج عن طفل مريض كهذا. السبعينات عندما بدأت برنامجي التخصصي كطبيب مقيم، كان الناس عادة يحضرون فقط الصبيان المصابين للمعالجة. أما البنات المصابات فكانوا يتركوهن ليعشن مع هذا التشوه بمفردهن. وفي يومنا هذا أصبح الوضع أفضل بالتأكيد. شفة الأرنب ظاهرة تبدو من اليوم الأول من الولادة، عندما تكون الشفة بمظهر مفتوح وكأن انجراف قد حدث فيها. ولقد رأيتم في الصورة التشوه الذي أتحدث عنه. ولشفة الأرنب درجات. قد يكون الانشقاق فقط في الشفة، أو قد يشمل اللثة والسن بخلفها أيضا. وعند بعض المرضى قد يصل الانشقاق للحنك الأعلى من داخل الفم. ولشفة الأرنب عواقب صحية عديدة. فللإمساك بالحلمة عند الرضاعة مثلا يجب أن تكون الشفة كاملة، ولمص الحليب يجب أن تعمل عضلات الفم بشكل كامل. القدرة على مص الحليب من الثدي أو زجاجة الحليب لن تكون جيدة كما هي عند الطفل الطبيعي. وفي الواقع ليس هذا هو الدافع للأهل لإجراء عملية لطفلهم، بل دافعهم هو تحسين المظهر فقط. يريدون طفلهم أن يبدو كباقي الأطفال حتى يستطيعون إظهاره لباقي الناس، ولذلك يرغبون بإجراء هذه العملية في أسرع وقت ممكن. لكن من ناحية أخرى، الطفل حديث الولادة الذي يعاني من شفة الأرنب سيكون جاهزاً للعملية عندما يصبح عمره 3 أشهر، وهذا باعتبار نموه ومناعته. لهذا السبب نقوم بمعالجة حالة شفة الأرنب عندما يصبح عمر الطفل تقريباً 3 أشهر. المهم في مسألة معالجة شفة الأرنب هو تجميل مظهر الشفة من جهة، وأيضاً لتفعيل الدور الوظيفي لها كالرضاعة والابتسام والتصفير لتصبح بشكل طبيعي من جهة أخرى. هناك أنماط مختلفة لإجراء هذه العملية، لكن نمط العملية غير مهم، بل ما يهم النمط الذي يتقنه الجراح نفسه. إن الجزء الذي يعنينا بشكل أساسي كجراحين تجميليين هو الجزء العلوي من القسم الظاهر من الشفة. فقط عند منتصف هذه المنطقة يوجد انحناء يبدو كالقوس، ندعوه قوس كيوبيد أو قوس أروس. ويعتقدون أن هذه المنطقة من الشفة تشبه القوس الذي كان يستخدمه إله الحب كيوبيد أو أروس لرمي السهام للقلوب. في البداية يجب إعادة تشكيل هذا القوس بشكل جيد.
وبعدها يجب أن يتم إغلاق الجهة الخلفية من الشفة بحذر وبشكل كامل لتقوم بدورها الوظيفي في مص الحليب، فلا يتسرب الحليب من الشق للأنف. ترون على الشاشة الآن حالة شفة الأرنب من جهة واحدة، وكما هو ظاهر هناك انشقاق عميق يمتد للخلف بين الأسنان. كان تشخيص الحالة شفة الأرنب من الدرجة الكاملة، ولكن هذا هو المظهر بعد المعالجة. بالطبع عندما يكبر الطفل سيبدو المظهر أفضل بسبب نمو العضلات والعظام من تحتها وتحركها. وحالة شفة الأرنب قد لا تكون من جهة واحدة فقط، فأحياناً قد تكون في جهتين. في هذه الحالة سيكون المظهر معقداً أكثر ومعالجته سيكون أصعب. ترون الآن شفة الأرنب من جهتين. هناك نظريات معالجة مختلفة. بعضهم يفضلون علاج جهة واحدة وبعد عدة أشهر معالجة الجهة الأخرى. ومن جهة أخرى يفضل العديد من جراحي التجميل بما فيهم أنا معالجة الطرفين في نفس العملية. Burada onarımın yapıldıktan bir yıl sonraki halini görüyorsunuz. تظهر لكم الصورة التالية النتيجة بعد سنة من إجراء العملية. Onda da ameliyattan sonraki onarılmış hali görüyorsunuz. كما أننا قد نجد حالة شفة الأرنب قد اقتصرت على الشفة وحدها، إلا أنها أحياناً قد تقتصر على سقف الحنك وحده من الداخل دون الشفة. ينتج عن شفة الأرنب في سقف الحلق مشكلتين أساسيتين. الأولى هي عدم وجود حاجز بين الأنف والفم، مما ينتج عنه عند محاولة الرضيع مص الحليب سيخرج الحليب من أنفه، الأمر الذي يؤدي لمشكلة حقيقية في تغذية الطفل. إضافة لذلك سيحدث تسرب لبعض كمية الحليب لقصبة الرئتين أثناء البلع، وهذا سيحرض السعال عند الطفل وقد يصاب بالتهاب في الرئة. ويعتبر تسرب الحليب للرئتين بكمية كبيرة لدرجة مسببة لموت الطفل من الحالات النادرة. لهذا السبب لا يوجد حاجة لإطعام هؤلاء الرضع عن طريق أنابيب واصلة من الأنف للمعدة. تستطيع الأمهات في هذه الحالة وضع الأطفال مع رفع الرأس بزاوية 45 درجة وإدخال الطعام لفمهم بملعقة وببطء. في هذه الطريقة ستتم عملية الإطعام بنجاح. بالإضافة للمشكلة الأولى المتمثلة في صعوبة الإطعام واحتمال حدوث التهاب في الرئتين، ستظهر مشكلة ثانية كبيرة وهي صعوبة النطق. هذا لأنه من أهم المهام الوظيفية لسقف الحلق تغيير الصوت القادم من الحبال الصوتية وتحويله لكلمات مفهومة. تستطيع الأطفال المصابون بشفة الأرنب في سقف حلقهم التحدث، لكن لن يكونوا قادرين على إخراج معظم الحروف من مخارجها، ولن يكون كلامهم مفهوماً للآخرين. وللتوضيح أكثر، هم يستطيعون الكلام، لكن لأنهم غير متمكنين من نطق كل الأحرف بشكل صحيح، سيكون كلامهم غير مفهوم بسهولة من قبل الآخرين، الأمر الذي سيخلق مشكلة حقيقية في حياتهم الاجتماعية. منذ بداية الانخراط في الحياة الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال، لن يكون الأصدقاء قادرين على فهم ما يقوله الطفل المصاب بشفة الأرنب، والأسوأ من هذا، لن يستطيع هذا الطفل إدراك سبب سوء التفاهم، لأنه يعتقد أن ما يلفظه من كلمات مطابق لما يقوله الآخرين، وهذا بحسب إدراك عقله. وبإمكاننا مقارنة هذه الحالة بوجود لهجات مختلفة ضمن البلد الواحد، عندما يعتقد المتحدث أن كلامه مطابق لكلام المستمع. يجب أن نبدأ بمعالجة شفة الأرنب بأسرع وقت، لأن الطفل سيبدأ باستخدام سقف حلقه للتحدث بعمر 9 أشهر. لهذا السبب في هذا النوع من شفة الأرنب الذي يصيب سقف الحلق، نبدأ بالمعالجة بعمر 9 أشهر. لكن قد لا يكون جميع الأطفال في هذا العمر جاهزين لمثل هذه العملية لاحتمال وجود فقر في الدم، مشاكل في النمو أو التغذية. لمثل هذه الأسباب يصبح العمر المناسب لإجراء هذه العملية أكبر من 9 أشهر.
فقد يكون 12 شهر أو 18 شهر، لكن يعتبر عمر السنة والنصف بغاية الأهمية. في عمر السنة ونصف تكون أساسيات الكلام والحديث قد تشكلت عند الطفل. المعالجة بعد مرور السنة والنصف ستقلل من احتمال النطق بطريقة صحيحة عند هذا الطفل في مراحل عمره المقبلة، لأنه يكون قد تجاوز المرحلة التأسيسية لعملية النطق عنده. سنرى معا الآن حالة متأخرة. تعود هذه الصورة لمريض بعمر المدرسة، وكما ترون يوجد حالة شفت الأرنب وترافقها حالة الانجراف في سقف الحلق. إن حالة شفت الأرنب عند شفتي هذا الطفل ليست بخطورة الحالات السابقة التي رأيناها من قبل، وذلك لأننا لا نجد فجوة في اللثة بين الأسنان. هكذا أصبحت الحالة بعد علاجها. معالجة حالة التشوه في سقف الحلق كما في الصورة الثانية قد تمت في وقت متأخر. لدينا طرق عديدة لإغلاق الفتحة في سقف الحلق. شاهدتم للمرة الثانية حالة التشوه بعد المعالجة. وهنا لابد من التوضيح أن مظهر سقف الحلق المغلق وحده لا يكفي. الأمر الأكثر أهمية هو معالجة عضلات سقف الحلق، ذلك لأن الكلام يتشكل بمشاركة العضلات تحديداً في آخر سقف الحلق، فهي المسؤولة عن حركة باقي العضلات وتشكيل الحروف. لهذا السبب لا يمكننا أن نقول أن كل مظهر مغلق لسقف الحلق يعتبر عملية ناجحة. الإغلاق المحكم للغاية قد يعيق حركة العضلات وبالتالي يؤثر على النطق. إذن الهدف الأساسي هنا ليس بإغلاق فتحة سقف الحلق. عضلات سقف الحلق المسؤولة عن النطق هي التي تجب معالجتها لتعود لمكانها الطبيعي. هذه المريضة كانت تتوق للحديث بشدة، لدرجة أنها تمكنت في النهاية من الحديث بشكل قريب من الطبيعي رغم التأخر في معالجة حالتها. إن ليس كل مريض بحالتها سيكون محظوظا. هذا السبب لابد من معالجة المرضى بهذه الحالة في أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت لابد من اختيار الطبيب الجراح ذو الخبرة. هنا الآن نتحدث عن المطلوب عمله لطفل عنده شفة أرنب وفجوة في سقف حلقه في نفس الوقت. الطريقة الكلاسيكية التي كانت معروفة سابقاً تكون بمعالجة الشفة بعمر 3 أشهر، ثم معالجة سقف الحلق بعمر 9 أو 12 شهراً كعملية أخرى. لكن القيام بعمليتين عبئاً ليس بسهل، سواء للمريض أو لعائلته من الناحية المادية والنفسية. لكن ما كنت أقوم به في السنوات 15 الأخيرة عندما تكون الحالة تشوهاً في الشفة وسقف الحلق معاً، كنت أجري العملية بعمر 6 أشهر للطفل بعد أن أتأكد من أنه بحالة صحية جيدة. وماذا يحدث عندما نغلق سقف الحلق بعمر 6 أشهر لا عمر 9؟ لا شيء، بل على العكس سيكون أفضل، إلا أنه قد تواجهنا بعض المصاعب بسبب فتحة الفم الضيقة وصعوبة إجراء العملية بسهولة، لكن إغلاق الفجوة بعدها سيكون أحسن. لأننا عندما نجري العمليتين في نفس الوقت تكون المساحة مفتوحة، فنبدأ من الداخل باتجاه الأسنان دون أي صعوبة. جميع الأطفال الذين عالجتهم سابقاً أصبح عمرهم تقريباً الآن 15 سنة، ولأن أكثرهم يعيش في مدن أخرى لدي فرصة في رؤية بعضهم فقط. النتائج كانت ناجحة جداً. وطبعاً يجب أن تكون صحة الجسم بشكل عام وجهاز مناعته خاصة جيدين كفاية للقيام بمثل هذه العملية، ونتأكد من الحالة الصحية للطفل باستشارة أطباء أخصائي أطفال وبإجراء فحوصات مخبرية، وثم إن لم يكن الوضع مناسب نؤجل القيام بالعملية. المشكلة الكبرى هنا هي ردة فعل عائلة المرضى عندما نطلب منهم انتظار مرور 6 أشهر على مظهر ابنهم. لدي اليوم عدة مرضى قد أصبحوا آباء وأمهات وأنجبوا أطفال بصحة كاملة. صحيح أنه لو عانى أحد الأبوين سابقاً من شفة الأرنب سيكون طفلهما معرضاً للإصابة بنفس التشوه، لكن نسبة حدوث هذا تعتبر قليلة. أما لو كان كلا الأبوين يعانيان من هذا المرض سترتفع نسبة إنجابهما لطفل مصاب بشفة الأرنب.
لذلك ننصح مرضانا بعدم الزواج ممن يعاني من نفس المرض. لكن طبعا كما تعرفون الحب أعمى. وكيف يحدث مثل هذا الزواج؟ لأن علاج شفة الأرنب يستغرق سنوات عديدة، وفي معظم البلدان هؤلاء المرضى يتلقون العلاج في نفس المشفى، فتصبح بينهم علاقات تنتهي بالزواج. في السابق لم يجد هؤلاء المرضى مناصب جيدة في مجتمعهم، لكن في يومنا هذا قد نجدهم فنانين مشهورين أو نجوم سينمائيين أو معدي برامج. العامل الوراثي يعتبر السبب الرئيسي لهذا المرض أم أنه ممكن أن يحدث لأي شخص؟ للعامل الوراثي تأثير لكن ليس بشكل كبير، فكما هو معروف في جميع الأمراض الخلقية التي تظهر منذ الولادة إن أحد أهم العوامل لها هو الظروف الاستثنائية الغير طبيعية التي تتعرض لها الأم خلال أول 3 أشهر من الحمل، كالتعرض لضغط نفسي كبير أو لحادث أو لعملية جراحية كبيرة أو استخدام بعض الأدوية أو التعرض لأشعة سينية. وبالنسبة للأدوية أذكر تحديدا مادة الكورتيزون، وأيضا الأمراض الناتجة عن الإصابة بالفيروسات أو البكتيريا. إذا حدث أي مما ذكرت خلال الأشهر 3 الأولى من الحمل، ستكون هناك نسبة حدوث لتشوه شفة الأرنب، أو لا يمكننا تحديد النسبة الحقيقية لحدوثه. دعني أؤكد لك شيئا بالخصوص. جراحو التجميل في هذه الأيام بما فيهم أنا يقومون بعمليات التجميلية التي تقتصر على التجميل، وقد نسي الناس تماما الدور الأهم لهم من عمليات ترميمية وتصليح التشوهات. لذلك قد اخترت اليوم عمدا هذا الموضوع. إن تجميل طفل مصاب بتشوه شفة الأرنب يعتبر أحد أهم إنجازات الجراحة التجميلية وفي نفس الوقت الجراحة الترميمية، وهذا هو عمل أخصائي الجراحة التجميلية والترميمية. ما أريد توضيحه أن الناس عندما يرون هذا التشوه قد يعتقدون أن علاجه يتم عند الطبيب المختص بهذه المنطقة، لكنه في الواقع يتعلق بأخصائي الجراحة التجميلية والترميمية فقط. شكرا لمشاركة هذه المعلومات عن شفة الأرنب. أتمنى لكم نهارا سعيدا.